ألف ألف مبروك. الجولة الثانية من مسابقة الدوري العام، النادي الأهلي الحقيقة بيقدم مباراة رائعة أمام نادي الإسماعيلي، والفوز 3-1. حقيقة النادي الأهلي قدم مباراة رائعة على المستوى التكتيكي، على المستوى الفني، بيأكد كل يوم وبيأكد كل ساعة إن النادي الأهلي الحقيقة إن شاء الله بإذن الله هو يعني بطل البطولات إن شاء الله القادمة، والبطولة المفضلة دايما عندنا بطولة الدوري، وعندنا كأس السوبر الأفريقي، وعندنا كأس العالم للأندية، وعندنا كأس مصر، وعندنا بطولات كثيرة جدا. ولكن أنا مطمن الحقيقة، مطمن من أداء اللاعبين داخل الملعب، مطمن من أداء خاصة التألق الواضح لحسين الشحات الحقيقة اللي بيقدم بدايات أكتر من رائعة مع بيرسي تاو، مطمن كمان على مش هقول البدلاء، على السكواد العام للنادي الأهلي. طاهر محمد طاهر الحقيقة أنا شايف إنه قدم مباراة رائعة، مباراة جيدة جدا جدا على مستوى طاهر محمد طاهر كبديل أو كورقة كانت موجودة على دكة البدلاء، الحقيقة قدم مباراة جيدة جدا. مش هو بس، كمان على مستوى وسط الملعب نتكلم على بيرسي تاو الحقيقة كمان اللي بيقدم مستويات رائعة، وواحد من هدافين الفرقة الحقيقة دلوقتي بيرسي تاو، مردوده التهديفي رائع جدا على المستوى التهديف، على مستوى الاسيست، على مستوى التحركات، بيقدم يعني مستويات جيده. عفوا. زي ما بقول لحضراتكم المباراه كانت مباراه مهمه مع فريق كبير، دايما مباريات النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي الحقيقه بتكون مباراه مهمه، مباراه جماهيريه بشكل كبير جدا. النادي الاهلي بدا المباراه كالعاده مسيطر على الاجواء، مسيطر على وسط الملعب بشكل جيد، خلاص النادي الاهلي بقت عنده شخصيه. كلنا كجماهير النادي الاهلي ومحبي النادي الاهلي خلاص عارفين شكل النادي الاهلي، عارفين اداء النادي الاهلي شغال ازاي، في يعني في شكل جمالي رائع جدا، في التزام تكتيكي بشكل كبير جدا من كل لاعبي النادي الاهلي الحقيقه. ولما بتكلم ما بقولش البدلاء، لان خلاص احنا اتفقنا النادي الاهلي عنده سكواد كامل، ما فيش احتياطي واساسي، ودي السياسه ودي ثقافه لعيبه النادي الاهلي الحقيقه اللي يمكن غرزها وثبتها الحقيقه مارسيل كولر خلال الروتيشن الرائع اللي بيعمله من الموسم اللي فات، ومستمر طبعا لان زي ما بقول لحضراتكم عندنا بطولات كثيره جدا. الاسبوع الثاني حضراتكم الدوري كان بدا بمباراه النادي المصري، كمان من المباريات الكبيره النادي الاهلي فاز فيها 4-0. المباراه الثانيه في الدوري امام الاسماعيلي الفوز 3-1، وانا يعني بصراحه اتضايقت من الجول اللي جه فينا، يعني انا كنت دايما حابب الكلين شيت، ودايما حابب ان النادي الاهلي يكسب بكلين شيت، يعني 3-0 كانت هتبقى شكلها احلى، ودايما الجون اللي بيجي فيك ودوت كمان رساله لعيبه النادي الاهلي متفوقين في كل حاجه، ولكن خلي بالك من الدقائق، وخلي بالك من الحاجات اللي ممكن تقل يقل فيها تركيزك شويه. انا الجون الحقيقه خطا مننا مفيش شك، يعني النادي الاسماعيلي عمل بعض الهجمات ويعني جاله بعض الفرص، لكن الجون اللي جه فينا ملوش لازمه، يعني بلغه الكوره كده ملوش لازمه. كان النتيجه تخرج كلين شيت بشكل جيد جدا تاني لكل لعيبه النادي خاصه المدافعين، يعني انا كنت مدافع الحمد لله، يعني كنت بشكل كبير دايما بركز، يمكن في المباريات اللي احنا متفوقين فيها بكون مركز اكتر شويه، يعني دايما بكون مركز قوي لما احنا يعني النتيجه 1-0 بكون حريص قوي، لكن كمان اكون حريص زياده لو احنا المباراه ماشيه بشكل كويس كسبانين 3-4، واكون حريص والمدافعين يكونوا على يعني تركيزهم عالي جدا من اول دقيقه لاخر دقيقه، يعني ده مهم جدا. احنا يعني بنطلب الكمال والكمال لله وحده، لكن دايما جماهير النادي الاهلي يعني بتطلب الكتير، وده يعني من طلباتنا ان احنا ان شاء الله باذن الله بتكسب، بتعمل اداء كويس، وكلين شيت ده مهم جدا. حتى لو انت كسبان 3 كسبان 4 لازم تكون مركز كويس، او كل لعيبه خط الظهر، كل يعني حتى محمد الشناوي، اي حد يكون متواجد في المناطق الخطره العب الامان والعب السهل حتى لو كسبان 5-6، لان في جزء من المباراه ممكن تفقد تركيزك، هيجي في الجون ممكن جدا لو في وقت تاني ممكن يعني هتخرج المباراه بشكل مش حلو. حضراتكم فاكرين مثلا مباراه نادي الزمالك 5-3 متفوقين بشكل كبير جدا وكسبانين 5-1، لو كملنا كده ممكن نجيب اجوان اكتر والنتيجه تخرج 5-1 غير 5-3، انا في رايي 3-0 غير 3-1. معلش انا طماع شويه، لكن دايما بنحب طبعا الصوره تكمل وتكون الصوره واضحه والصوره جميله لفريق النادي الاهلي اللي الحقيقه بيقدم مستويات رائعه لغايه دلوقتي، وخلاص كل اللعيبه خدت اجازات وخدت 5 ايام راحه.
بعدها هيرجعوا التدريبات باذن الله استعدادا بقى لمباراه سيمبا التنزاني ان شاء الله يوم الجمعه 20، يعني 10 ايام من النهارده. واللعيبه كمان هتحصل على او حصلت على بعض التطعيمات الخاصه بالسفر من اجل طبعا بدايه تحت يعني مشوار جديد وبطوله بمسماها الجديد، وهي بطوله الدوري الافريقي. النادي الاهلي سفير هذه البطوله وان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي. حضراتكم عارفين كعاده النادي الاهلي كمان عدد كبير من اللعيبه سافروا مع منتخب مصر، ست لعيبه من النادي الاهلي، الشناوي ومحمد هاني، وبنتكلم على مروان عطيه، وبتتكلم على حسين الشحات، وبتتكلم على كوكا كمان اللي راح يمكن بعد اصابه امام عاشور. كل ان شاء الله التوفيق لامام ويرجع بالف سلامه، يعني اصابه بسيطه وان شاء الله يكون متواجد مع فريق النادي الاهلي الفتره اللي جايه.